سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين. مرحبا، قلت لكم من قبل أنه دعم السوريين للسوريين مو شرط يكون بس دعم إغاثي وتقديم مواد غذائية وألبسة وبطانيات وغيرها، طبعا مع أهمية هذا الشيء، لأنه الدعم ممكن يتوسع ليكون دعم معنوي وخدمي وثقافي واجتماعي. وفي منظمات سورية جمعت بين كل هدول، ومنهم المؤسسة اللي رح نحكي عنها اليوم. مؤسسة عدالة للإغاثة والتنمية تم تأسيسها ببداية سنة 2012 لتغطي مناطق الغوطة الشرقية المحاصرة والمنكوبة وأحياء مناطق دمشق المحاصرة ومناطق تانية من سوريا، كهيئة بتشتغل بالمجالات الإنسانية والخدمية والتنموية والصحية والاجتماعية، وهي هيئة مستقلة غير ربحية بتحمل طابع مدني خدمي تنموي بحت. المقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة دوما، وإلى مكاتب فرعية بمعظم مناطق الغوطة، ويعتبر مكتب تركيا هو المسؤول عن تمثيل المؤسسة برات البلد. بتندار المؤسسة ومشاريعها من خلال مجلس إدارة وإدارة عامة ومكاتب متخصصة من أصحاب الخبرات والكفاءات. المشاريع اللي بتقدمها مؤسسة عدالة بتصب بعدة مجالات، منها التنموية مثل المشاريع اللي بتهدف لتوفير فرص عمل للسوريين الموجودين بالمناطق المحاصرة، توفير المشاريع للموارد الأساسية الضرورية بالمناطق اللي عم بتعاني من الحصار، وكمثال مشروع الثروة الزراعية اللي مولت من خلاله المؤسسة عدة مشاريع إنمائية بتقدم موارد حياتية للناس الموجودين بالمناطق المحاصرة، وبنفس الوقت بتقدم فرصة عمل لأبناء هاي المناطق. بالإضافة لمشروع سقيا اللي انحفرت من خلاله مئات الأبار وجهزت بوسائل كفيلة بتشغيلها يدويا دون الحاجة للكهرباء. وفي مشاريع موسمية على مدار السنة بتتغير مع تغير الظروف والمناخ والمناسبة، ومشاريع طبية بتتضمن صناعة وتركيب الأطراف الصناعية، صناعة الأدوية باستخدام الموارد الطبيعية بمختبرات مجهزة وبإشراف صيادلة مختصين بتركيب المستحضرات الطبية، بالإضافة لمشاريع تعليمية وخدمية ودعم نفسي وغيرها. ومن باب التشجيع على تطوير الذات وإتقان مهارات جديدة، عملت المؤسسة مؤخراً مسابقة للتصوير الضوئي على أنه تكون الصورة المأخوذة بتتضمن خبر أو رسالة، يعني فينا نقول أنه الصورة لازم تكون بتصلح لمادة صحفية. هاي المسابقة شملت مناطق الغوطة الشرقية، وانتهى التقديم عليها ب 17/4/2017، ولسه ما تم إعلان أسماء الفائزين فيها. وهيك منقدر نقول إنه مؤسسة عدالة قدرت تمسك الخيط من أطرافه وتقدم احتياجات من مختلف المجالات لأهلنا السوريين، وتساعدهم على نقل الواقع من خلال الصورة اللي بتلقطها عدستهم. فيكن تتابعوا نشاطات مؤسسة من خلال موقعهم وصفحتهم على الفيسبوك اللي رح تلاقوها بوصف الحلقة. ضلوا بخير وضلوا سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين.